ريكوردينج الأمل. قال يا با مرات مرات عن دارهم سالم سمعت العين مرات مرات ولك عن دارهم والله ما في حدا موجود مدري راح الاهل ولا القلب موجوع يا يبا يبا يا دار يا دار بعد اللي راح وش ضلي انا بيها يا بنت بوال الدار يا ابو موسى بعد الراح وش ضلنا بيها حبات يما الولف ما ضل حدا بيها يا ابو مرات على المكبرات ازور من فيها ونهي من يام الضحى ونهي من يام الضحى ما حد يحاجيها يما قضيت يا أمل ولك طول العمر مخشوش مثل اللي يريد النظر لكن ملوش رموش يا ابو زعلان اسمع يا با يا ابو زعلان الدنيا بطلت بالقوة يا ابو عواد الدنيا صارت بالشطارة وك هذا قال وهذا سوى وحق الناس يجيب المرارة يا اخوي انا لو جرحي شاب وزاد الالم بي هاي مني هدية لاخوتك يا اخوتك حبيبنا يا اخوتك يا ليث يا عبود لو جرحي شاب وزاد الألم بيا كل مصيح الآخر ذكرك والله يا خيّة يا خيّة يا بل أخو مهما كان يا أمل معارض استعراه واتعب إذا تعبان وامرض إذا بيمرض شوف يا بهاء بتعوض النسوان وبتعوض الجزدان وبتعوض التهبان بس يا بهاء الأخو والله ما يتعوض يا راعي يا بناي واليرغول مع الشباب عدب جد زريب يا ابو عدل زريب